رجعنا بعد الفاصل. الفرخه في الفرن. احنا دلوقتي هنبتدي نشتغل في الكيك بتاع قوس قزح او اللي هو الرينبو جار كيك، جار اللي هو البرطمان. فانا عندي هنا الكيك الجاهز اللي بيتباع. انا اخترت الفانيلا، ممكن تختاروا اي نكهه انتوا عايزينها. ده البودره اللي هو الاكياس. دايما اقروا على العلبه بيبقى ايه الارشادات الاستخدام. عامه بيبقى هو 3 بيضات وبيبقى معاه كوبايه لكوبايه وربع ميه، وكمان معلقتين كبار من الزيت او تلت كوب من الزيت على حسب الماركه اللي احنا انتم مستخدمينها. بس انا بدل لو لقيته مثلا كوبايه وربع من الميه استخدموا كوبايه ميه، لو لقيته كوبايه ميه استخدموا 3/4 كوبايه ميه، يعني مش عايزينه ميه. فانا هنا حاطه الزيت مع الميه وهضيف البيض، احطه كده بالشكل ده واخفق الكل مع بعض عشان افكك البيض من بعضه، يبقى بالشكل ده. هبتدي بقى اضيف خليط الكيك. دي وسيله سهله انك تعملي حاجه سريعه، بس طبعا انت ممكن تعملي نفس الفكره بالخليط الكيك العادي بتاعك اللي انت بتعمليه في البيت، اي كيك فانيلا او كيك الزبادي او اي حاجه انت بتعمليها في البيت. بس ما ينفعش شوكولاته لان الشوكولاته غامقه. اهم حاجه ان الخليط يكون فاتح عشان نعرف نلونه. طبعا هنا شايفين الوان طعام. لما بنكون بنعمل حلويات يستحسن ان احنا نستخدم الوان الجل او الالوان البودرة، بلاش السائلة قوي لانها ساعات بتغير قوام الحاجة. اهو انا كده جهز معايا الخليط تمام كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايبه كذا بوله، خلينا نشتغل مثلا باربعه، اربع الوان. وهقسم الخليط بتاع الكيك ده لعدد البولات عشان كل خليط نقسمه لوحده، ممكن حتى اضيف واحده تانيه. انتوا عارفين الدنيا ربيع والالوان مطلوبه في الحاجات دي. هحط المضرب ده على جنب وهبتدي اقسم كده، ادي جزء وادي الجزء الثاني وادي الثالث وادي الرابع وادي الخامس. ناخد لبس كل حاجه. انتوا ممكن تقسموا لست الوان زي ما انتوا عايزين. الكيك ده انا مش هسويه في قوالب، انا هسويه في برطمانات وهسويه بطريقه جديده. يعني ازاي تخلوا الكيك ما يعملش القشره الخارجيه البني في الفرن، هنسويه على البخار او ببخار الماء، ساعتها هيبان الالوان كويس جدا. هحتاج ان انا اجيب سباتولا معايا او ممكن كمان احتاج سكاكين حسب انتوا عايزين ايه، وهحتاج خله كمان، خله سنان، وهحتاج الالوان، الخله بعدد الالوان. خلونا نبتدي مثلا بالاخضر، بس نحاسب بس عشان الالوان انتوا عارفين لما بتمسك في الواحد ما بتسيبهوش. وهنحط مثلا هنا، خلونا ناخد الاورنج، الالوان البرايت كده الفقعه، ده مش مفتوح اهو. ناخد شويه اورنج، اساعد نفسي بالسكينه. بالشكل ده. بس وانا بشتغل يستحسن اقرب مني كلينكس عشان احط عليه الخله عشان ما اوسخش مطبخي. ايوه كده. هحتاج كمان الازرق. اهو اجيب شويه بالخله دي، شويه بس. وهحتاج مثلا
خلينا نستخدم الأصفر، يعني كذا لون في بعض، بس افتحه من الاول. في اللي مفتوح، في اللي لونا به البيض، وفي اللي ما لحقناش بصراحه او ما وصلناش نستخدمه، فكل حاجه ماشيه مظبوط. بنحاول نفتح الاصفر. فتحنا الاصفر، بنحطه هنا الاصفر مثلا كده، تمام. بس قبل ما يمسك في ضوافري، حتى لو عايزين استخدموا الجوانتي وانتوا بتلونوا، لانه الالوان يعني بتاخد وقت شويه لو مسكت في الواحد. وبعدين نستخدم الموف، ممكن حتى تجيبي ولادك معاكي في المطبخ ويختاروا الالوان اللي هم عايزينها واللي عاجباهم. حتى دي حاجه جميله جدا، الاطفال بيبقوا مبسوطين بيها. خلاص كده كفاية، وهنخلط بقى بالشكل ده. بس لو قعدنا نخلط بالخلة مش هنخلص، خلونا نخلط بحاجة محترمة. نخلط مثلا بسباتولا، عندي اللون الاولاني الاورنج اللي احنا حطيناه، عشان كده قلتلكم ما تحطوش الالوان السائلة لانها ممكن تغير قوام الكيك، بس الجل مش هتغيره. اهو ادي اللون. وانس ان احنا حطينا اللون، لما بيتخلط مع العجينة ما بيبقاش قوي قوي زي لما بنحطه لوحده، يعني مش ممكن يضرب على بعضه. فممكن نستخدم كلينكس كده او منديل مطبخ ونمسحه بالشكل ده، ونبتدي نخلط الجزء التاني. بس اتأكدوا انكم بتمسحوا كويس السباتولا، لانه شفتوا كده خلاص ما بقاش بيمسك في بعضه. ونبتدي بقى نمسح هنا، نخلط بقى الازرق، لونه جميل الازرق ده، انا ده اللون المفضل بتاعي، لون مطبخ اسيا درجات التيركواز والتيفاني. اهو ممكن حتى اغسلها، لانه اللون ده انا شاكه فيه، هو حلو وجميل وكل حاجه بس بيبهت. وهخلط تاني الاصفر، الأصفر طلع مظبوط الحمد لله، الألوان جميلة. الدنيا ربيع بقى، تمام. هغسله مرة ثانية، معلش بقى رايحين جايين، بس الحاجات الحلوة بتحتاج خطوات حلوة. ونعمل الأزرق ده، ممكن احمر، ممكن بني، ممكن اي درجات الوان زي ما قلت. شاركي اولادك في الموضوع ده عشان كل واحد يعمل اللون اللي هو بيحبه. بالشكل ده. واخيرا الموف. اهو. والالوان كلها دلوقتي مشيت مع بعض. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحتاج كيس الحلواني كل لون على لوحده، عشان خاطر اعرف اعبي البرطمانات من غير ما اوسخها. هجيب دستة كيس حلواني هحطها جنبي، انضف بس الدنيا عشان اعرف اكمل. والمقص، لو ما عندكوش كيس الحلواني ببساطة ممكن تستخدموا كيس السبيزر او اكياس الساندوتشات بتاعت الولاد بتاعت المدارس دي. وهاخد مثلا هنا، خلوني افضي اللون الاولاني بس يا رب معكش الدنيا. كده كل حاجة تنزل كده. وهحط الكيس ده هنا، ما تقطعوش الكيس لحد ما تخلصوا كل حاجة عشان ما فيش حاجة تنزل في المطبخ. الحاجات دي كلها زي تلوين البيض، زي ما بنجيب برضو ولادنا يلونوا معانا البيض لما بنخلص او لما بنكون بنحتفل بشم النسيم، ممكن نعمل برطمانات كده برضو ملونة ونجيب ولادنا معانا. هنجيب ده برضو ننزله هنا، شفتوا الالوان جميلة ازاي.
انا بشتغل سريعا سريعا وبحاول اخلي بواقف البوله وكله لانه محكومه بالوقت، ونفسي بصراحه اخلص الوصفه كلها قبل ميعاد البرنامج. بعدين بعمل ده هنا، ان شاء الله حتى نعمل برطمان واحد او برطمانين، مش ضروري نكمل كله بس المعلومه توصل. وهعمل ده وهعمل الاصفر. كده وهعمل اخر حاجه التيفاني بتاعي او الاخضر. اهو كده تمام. انا عارفه ان معايا دقايق قليله بس هحاول ان انا اظبط كل حاجه مع بعض. هجيب بقى هنا برطمانات زي ما قلت، صلصة او اي حاجة عندكم في البيت، المهم يبقى الازاز مش من النوع اللي بيطق لما يدخل الفرن. خلينا نشتغل على برطمان واحد. وهعمل طبقة اولى وطبقة تانية، هحط دول على جنب. وهعمل تاني طبقة من اللون الاصفر مثلا، اهي وطبقة من اللون الازرق واحنا ماشيين. وفي الاخر هحطهم في صينية وهحط عليهم يعني بالشكل ده، هحط عليهم مية حواليهم عشان خاطر ما نعملش القشرة الخارجية اللي قلنا عليها للكيك، وهيتستووا بالبخار وهحطهم في الفرن لمدة 10 دقايق تكون كمان الفراخ استوت. مش حمليهم كلهم على فكرة، هنمليهم للنص بس عشان خاطر الكيك معانا هينفش، بس احنا هنفرغه في الاخر عشان التزيين. اوبس بالشكل ده. اهو اخر حاجة هنعملها هو ده الربيع، وهو ده شم النسيم وسط الالوان في كل حته. هنعمل البيربل او الموف بتاعنا كده تمام. هروح جايبه بقى شويه الميه حطها حواليهم حمام مائي، انضفهم وادخلهم للفرن، ونرجع نشوف كمان الفراخ بتاعتنا وصلت ليه، لانه ريحتها حلوه قوي، ريحتها حلوه جدا. الفرخة اهي جهزت، وكمان الكيك جهز. شفتوا شكله بيبقى عامل ازاي؟ ما بيغيرش اللون بتاعه ولا بيعمل القشرة البني اللي من على بره دي. هنقرنشه بس بشوية كريمة مخفوقة بالشكل ده. ممكن تحطوا كمان شوية سبرينكلز على الوش لو عايزين، بس هو اوريدي كده ملون مع نفسه فمش محتاج خالص حاجة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، أشوفكم في حلقات جاية وصفات أحلى وأحلى من مطبخ أسيا.